بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سؤال النهاردة جميل جدا بيدور حوالين موضوع الشك. يعني واحد بيسأل إيه الفرق بين الشك العادي اللي الواحد بيعيشه في حياته وبين الشك المرضي، يعني كمرض. يعني عايز أقول إن الشك اللي هو الارتياب من الصدق أو من الأمانة في الآخرين، يعني ودي ظاهرة عامة على فكرة موجودة في كل الناس وإن كان البعض لا يفصحون عنها، يعني لأن الشك مقبول بدرجة معينة في كل الناس، يعني إحنا كلنا عندنا الموضوع ده بس بدرجة معينة. حتى مثلا الباحث أو العالم اللي بيفكر بيبقى عشان يوصل للحقيقة العلمية أو يكتشف المرض أو يكتشف البحث اللي هو بيدور فيه لابد أن يكون عنده درجة من الشك، ما يقبلش كل حاجة، يعني يتوقع بعض الأخطاء ويتأكد ويتيقن من الأمور قبل ما يقدم عليها، خاصة لو كانت مبنية على خبرات آخرين وحاجات قالوها الآخرين. ورأي الفيلسوف ديكارت اللي هو قال أنا أشك فأنا أفكر، أنا أفكر فأنا موجود. فالشك لحظة مؤقتة، الإنسان بعد كده بينتقل إلى الواقع وإلى الحقيقة اللي توصل إليها. لكن أحيانا بيكون الشك سمة من السمات الشخصية، يعني بس طبعا الشخص اللي فيه هذه السمة بيبقى صعب عليه التواصل الاجتماعي مع الناس حتى أقرب الناس إليه. فممكن مثلا يكون عنده شك لكن بدون دليل، يعني عنده قناعة أن الناس التانية بتستغله وبيريدوا له الأذى وبيحاولوا أنه يخدعوه لكن ما فيش دليل، أو مثلا يشك في إخلاص أو ولاء الأصدقاء الآخرين أو ثقة الآخرين فيه لكن ما عندوش برضو دليل، أو تلاقيه متردد إنه هو يبوح بما يدور في داخله من أسرار ومن خفايا وخايف يحكي للناس لأن الناس تستعمل الحاجات دي ضده، ده نوع من الشك. أو مثلا يحدث أمر ما فيبتدي يتهيأ له إن وراها نوايا خبيثة من آخرين، وهذا النوع بيبقى صعب عليه جدا إن هو يسامح أو يغفر أو ينسى، مبقاش قادر ابدا يسلم وينسى الأسية يعني. ولو اي حاجه حصلت من حواليه يشك بقى ان ده حد قصدها ان هو يأذيه يعني، ودايما يتشكك في اقرب الناس اليه، مثلا شريكه حياته او شريك حياتها او في اولادها او اخواتها، واخدين بالكم؟ وموضوع الشك ده تلاقيه موجود في كل نواحي الحياة وفي كل الناس بدون استثناء، يعني يشك في اخواته وفي زوجته وفي اولاده، يشك في كل الناس. هنا بقى نتنقل للدرجة الصعبة جدا اللي هو الشك المرضي. احيانا بيكون الشك في الانسان بطريقة مرضية، يعني عبارة عن عقدة الاضطهاد، يعني حاسس ان الناس كلها عايزة تأذيه وان في مؤامرات ضده وان ناس كتير بتتكتل عليه، واخدين بالكم؟ وتسيطر على الانسان سيطرة جامدة جدا انه ده تشغله طول الوقت شغلاه، وكل همه انه بيدور على ادله وبراهين واثباتات انه هو يتاكد من ان الناس بتضطهده، ورغم احيان كتير ما بيبقاش فيه دليل لان صعب جدا الشخصيات دي تقنعها بغير اللي هي بتقوله، واخدين بالكم؟ وغالبا الناس دول بيبنوا تصرفاتهم على اوهام وعلى اعتقادات خاطئه. يعني مثلا أديكوا مثل، واحد يشك في سلوكيات شريكة حياته فيبتدي يتجسس عليها ويراقب التليفون ويجي لها من الشغل في غير أوقات اللي هو متعود عليها
وما عندوش دليل، بس هو عمال يعني عايش ورا شك في ضميره وفي حياته بيجري وراه، يعني بيضطر ان هو يعمل الحاجات دي. او مثلا هناك من يشك ان في ناس عايزه تموته وتحط له سم في الاكل، فيبتدي يخاف من الاكل والشرب وما ياكلش عند حد وما يشربش من ايد حد وبتاع، واللي ما كانش هو جايب الحاجه او عامل الحاجه ما ياكلهاش ولا يشرب منها. ده بقى نوع الشك المرضي، واخدين بالكم؟ وهذا المرض وهذا الشك ليس له يعني ما فيش طريقه نقدر نتعامل بيها معاه غير ان احنا نلجأ للطبيب النفسي ان هو يساعدنا. وحاليا بيعالجوا الموضوع ده ببعض الادويه، بعض الاقراص والعلاجات بتساعد المريض ان هو يتصلح من الناحيه دي. ربنا يعطي نعمه وشفاء للجميع، لإلهنا المجد والكرامه الى الابد، امين.